شو يا خيي؟ طمني كيف هالشغل؟ والله يا صاحبي مش منيح. حطيت كل مصرياتي على هالمطعم. ومثل ما انك شايف ما في دومري. لك هذا بده دعاية. ومين قال لك اني ما فكرت فيها؟ فكرت فيها كثير منيح، بس الدعاية طلعت بتكلف، وبتكلف أكثر لما تحطها على التي في. لك ما بتكلف شيء طول لك. بس. يي يي لا وليش شو عملت؟ لك شو بيك ما بيصير له شيء قوصتهم فخده. ليه عملت هيك؟ لك يا طارق شو بيك روق؟ روق طور خد نفس. وليش شو روق؟ شو روق؟ قوصته للزلمة. لك يا خيي عم بعمل لك دعاية، بكره كل التلفزيونات بصيروا يحكوا فيك، على ثلاث أشهر بضل يحكوا باسم مطعمك، الأو تي في والنيو تي في والإن بي إس، ولك مين ما بدك بيجي لهون. شو بيك؟ ها؟ بس إيه لحظة بس تدق للوزير لحتى أقول له إنه ما حدا يتعاطى معي. الو ايه مالك؟ كيفك؟ لا لا ما تعتر ما في شيء، وسط واحد بس بفخده هيك دعايه. لحظه فرد مره انه بالفخده بالفخدين.